اسمح لي اروح لبرلين عبر سكايب مع الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ زاهي علاوي. استاذ زاهي مساء الخير. مساء الخير. استاذ زاهي، يعني في البدايه كيف قرات المشهد في اسطنبول بالامس؟ هو صراحة ليس وحدي من قرأ هذا المشهد، بل الكثير تابع هذا المشهد واستغرب من هذا المشهد، حتى أن منظمو هذه المسيرة تفاجأوا بالمشاركة بالملايين التي أو بمئات الآلاف التي خرجت خلفهم لتعلن رفضها لسياسة أردوغان، سياسة الرجل الواحد في تركيا، لتعلن رفضها لاعتقال الصحفيين والمعارضة السياسية. هذه المفاجأة كانت مفاجأة للعالم الغربي وللمجتمع الداخلي أيضا في تركيا. أعتقد أن هذه بداية الانطلاقة لإجبار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تغيير سياسته، وهي رسالة واضحة بأن القمع والاعتقال والاضطهاد لن يفيد ولن يستمر ولن يتم السكوت عليه لفترة طويلة. إذن هي رسالة داخلية بالدرجة الأولى للمعارضة، هي رسالة تقول للمعارضة إن بإمكانكم النهوض، بإمكانكم التصدي لسياسة القمع، بإمكانكم التصدي لسياسة الاعتقال وسياسة الاضطهاد وقمع المعارضة. وها قد نجحت المسيرة، صحيح أنها استغرقت 25 يوم حتى تصل إسطنبول، لكنها بداية الشرارة التي يمكن أن تجبر إردوغان على القيام بتغيير حتى ولو بسيط على المنظور القريب بسياسته الداخلية.